المشاهدون الأكارم، أسعدتم بالخير مساء. مرحبا بكم مع نشرة موجزة بحالة الطقس المتوقعة خلال 24 ساعة القادمة بمشيئة الله تعالى. على سلسلة المرتفعات الجبلية الغربية غائم جزئيا إلى غائم، مع فرصة مهيئة لهطول أمطار متفرقة في فترة ما بعد الظهر. كما نتوقع بمشيئة الله تعالى تشكل الضباب أو الشابورة المائية خلال ساعات الليل والصباح الباكر أيضا على سلسلة المرتفعات الجبلية الغربية. وعليه ننبه الإخوة السائقين بأخذ الحيطة والحذر نتيجة للتدني في مدى الرؤية الأفقية. على السواحل الغربية صحو إلى غائم جزئيا ورياح نشطة على المخا ومدخل باب المندب وأيضا خليج عدن. وعليه ننبه الإخوة الصيادين ومرتادي البحر بأخذ الحيطة والحذر نتيجة لاضطراب البحر. أما أرخبيل سوق قطرة فغائم جزئيا إلى غائم، وهناك توقع بهطول أمطار متفرقة ورياح معتدلة السرعة. على السواحل الشرقية والسواحل الجنوبية صحو إلى غائم جزئيا، وهناك فرصة لهطول أمطار خفيفة خلال ساعات الليل والصباح الباكر ورياح خفيفة إلى معتدلة السرعة. أما المناطق الصحراوية فصحو إلى غائم جزئيا بوجه عام. وإليكم أعزائي المشاهدين درجات الحرارة العظمى والصغرى وكذا الطقس المتوقع لمعظم المدن اليمنية. في أمان الله.